السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير الاحوال طيبه. نتمنى الفيديو ديالي بحال ديما يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم الفيديو غيكون مختلف واحد شويه، المهم كنحط الفيديو بحال هكا ولكن ماشي بزاف فلاشين. تقدروا ترجعوا تشوفوا الفيديو الاخرين اللي كنشرح فيهم اي حاجه متعلقه باليوتيوب او لا بلاشين. راكي عندي شي 3 من 4 الفيديوهات فلاشين وهذا فيديو جديد. اي حاجه تعلمتها جديده كنبغي نشاركها معكم. اليوم بغيت نوريكم كيفاش تحيدوا واحد الحاجه اللي عليكم ليها حقوق الطبع والنشر، سواء كانت اغنيه يعني موسيقى او لا الا كانت شي مقطع مثلا خديتوه على شي بلاصه وطلبوا منكم انكم تحيدوه حيت عليه حقوق الطبع والنشر. كيفاش تحيدوه بلا ما تحيدوا الفيديو ديالكم؟ يلا هم بداو. اول حاجه كتفتحوا لاشين ديالكم، كتمشيو لتخصيص القناه. هذه حوايج عاديه، غير بغيت نبدا لكم من الاول وصافي. المهم نتمنى ان الكونيكسيون تسير بينا وما تطولش لا فيديو بزاف. من بعد كنمشيو لهنايا وكنديروا استوديو منشئ المحتوى، حتى هي كنضغطوا عليها وكتحل لنا لاباج في لوحه البيانات الخاصه بالقناه. بطبيعه الحال هاد جديده شويه صعيبه في الخدمه، نرجعوا فيرسيون قديمه باش نشرح لكم اكثر. هي هادي، كنمشيو للفيديو اللي بغينا نديروا عليه التعديل. طبيعه الحال الفيديو اللي جاتكم عليه حقوق الطبع والنشر انا غير غنشرح لكم، ما عندي حتى شي فيديو عليه حقوق الطبع والنشر. كتكون هنايا فيه واحد السي بالزرق، هذاك هو اللي عليه حقوق الطبع والنشر. للاسف ما عنديش واحد باش نشرح لكم عليه. المهم انا غادي نهز واحد لا فيديو، نهزو هذا. كتمشي لا فيديو، كتمشي لتعديل، هذه كتضغطوا عليها، نتمنى انه يكون واضح. كتضغطوا على تعديل، كيدخلكم شنو غتعدلوا على الفيديو. بطبيعه الحال هاد لاباج اللي كتطلع لكم هي اللي كتكون في الاول قبل ما لونسيو الفيديو ديالنا. كاينه هنايا معلومات واعدادات اللي هي هذه اللي فيها العنوان وكلمه مفتاحيه وكل شيء. حنا غادي نمشيو للثانيه اللي مكتوبه فيها تحسينات، كنضغطوا عليها. هنايا كتدخلنا يا اما تعتيم الوجوه، تعتيم وجوه الاشخاص الذين يظهرون في الفيديو، حبس انا كتغطيو الوجه ديال الناس اللي كيبانوا في الفيديو. مثلا هكا صورتوا في شي حفل ولا في شي عرس ولا شي حاجه وبغيتوا تغطيو لهم الوجوه ديالهم، تعتيم مخصص المناطق التي تعتمها تتبعها في الفيديو. المهم تقدروا ديروا هكا فلو على بزاف ديال الحاجات. انا دابا كنقول لكم مثلا الا عندكم شي مقطع، مثلا خديتو شي مقطع على شي برنامج في التلفازه، خديتو شي مقطع على شي حاجه وبغيتو تحيدوه، كتضغطوا هنايا على اقتطاع، ها هي بالمقص، كتضغطوا عليها وكتسناو. كتمشيو للمقطع اللي بغيتو تقطعوا. الا كان جاتكم ريكلاماسيون راه كيكون محددين لكم المقطع اللي خصكم تقطعوا هنايا. بالحق الا ما جاتكمش ريكلاماسيون كتخليو الفيديو خدام وانتوما باش ما تبقاوش كتسناو كتجربوه من هنا، كتحاولوا تجربوه بحال هكا المقطع اللي بغيتو تقطعوه. مثلا انا هو المقطع اللي بغيت نقطع هو هذا، حتى كتوصلوا للحظه اللي بغيتو تقطعوه كتوقفوا، غنخليوه خدام حتى يوصل المقطع اللي بغينا حنا نقطعوه هو هذا. هذا هو المقطع، كتبركو على تقسيم. نتمنى تتبعوا خطوه بخطوه باش ما تغلطوش. كتضغطوا على تقسيم، كتجيكم هنايا العلامه لا ماشي هادشي اللي بغيت نقطع، نكمل حتى نشوفوا الفيديو فين غيسالي داكشي اللي بغيت نقطع. طبيعه الحال الا كنتو زربانين تقدروا تجربوا بحال هكا.
بغيتش صراحة نطول الفيديو. هنايا غادي نخلي خدام ونقطع البلاصة كاع فين باين ولدي، غادي نقطعها بحال هكا، عاوتاني نحبس وندير مرة أخرى تقسيم، وغادي يجيوني هنايا محدد ليا البلاصة اللي غادي نقطع وكنبركو هنا حذف، هي هادي كتولي بالقري، خص اللي غتقطع هي اللي غتولي بالقري. نتمنى يكون باين، وكتضغطوا على تم كتولي بطبيعه الحال تقطعات، راه نقصوا الدقائق، وكتبركو هنايا الفوق على حفظ، وكيقول لكم هنا بينما تتم معالجه التعديلات يتواصل المستخدمون مشاهده مستخدمون مشاهده النسخه الحاليه من الفيديو، تابع لك طبيعه الحال كديروا حفظ. قال لك زعما على ما يتقدوا الامور راه غادي تكون الناس كيشوفوا بنفس الطريقه اللي كنتي كتشوفوا بها في الاول، وبوحديتو كيرجع ليوتيوب ستوديو منشئ المحتوى كيرجع الفيديوهات، وكتسنى واحد شويه غادي تلقى الفيديو باللي عليه. ولا رجعتي للفيديو درتي اكتياليزي غادي تهبط غادي تلقى باللي جاري التعديل، بانت لكم هذا راه جاري التعديل عليه واحد شويه وكيكون واجد ومحيده ديك اللقطه اللي نتوما جاتكم عليها ريكلاماسيون، اولا اللقطه اللي ما بغيتوهاش تبقى لكم في لا فيديو ديالكم بلا ما تمسحوا الفيديو. ومن بعد ما دازت واحد المده على حساب واش نتوما زعما واش نتوما قطعتو زعما اسباس كبير ولا صغير، واش دقائق كثيره ولا قليله، داكشي باش كيتعطلوا ولا ما كيتعطلش. ها هو دا الفيديو اللي قطعت منه، كانت فيه في الاول اكثر من 10 ديال الدقائق، ودابا داكشي اللي قطعت ولا 9 دقائق و24، يعني ديك اللقطه يا اما اللي جاتكم عليها حقوق الطبع والنشر اولا اللي ما بغيتوهاش تبان لكم في لا فيديو من بعد ما طلعتوه اليوتيوب، غادي تقطعوها وغادي تنقص لكم لا فيديو بشكل عادي بلا ما تعاودوا لا مونتاج لا حتى شي حاجه. هكا غادي نكون وصلت للنهايه ديال لا فيديو، ما تنساونيش ملي لايك ولي كومونتير، والناس اللي كيعجبهم هذا النوع ديال لي فيديو اولا اللي محتاجينه كحقوق الطبع والنشر اولا اي حاجه، مرحبا خليوها ليا في لي كومونتير ولا في الانستغرام اللي غنخليه لكم هنايا في الاخر ديال لا فيديو. وما تنساوش طلعوا هاد لا فيديو الاكبر عدد ديال لي لايك باش يوصل لكاع الناس اللي محتاجينه. سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو فراسكم.